أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم نستعرض لكم بداية الإنتاج لهذا الموسم، وما شاء الله تبارك الله بداية مبشرة بالخير. الآن سوف نستعرض لكم العش الأول. العش الأول طبعا أنا لم أركب جميع العشاش إلى الآن، ركبت بعض العشاش فقط التي تكون الأزواج جاهزة. بدأت بتركيب العشاش وسوف أعرض لكم الإنتاج. الإنتاج ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي، إنتاج مبشر بالخير وبداية إن شاء الله جديدة لموسم جديد. طبعاً هذا العش، الآن نفتح العش و بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لاحظوا الإنتاج في هذا العش، ست بيض و يعني أربع فراخ خرجت، باقي بيضتين إن شاء الله تكون مخصبة. لاحظوا الفراخ ما شاء الله تبارك الله، وأيضا التغذية جيدة. لاحظوا التغذية جيدة، و لا ننسى التغذية طبعا، مراقبة العش، ونلاحظ إذا كانت الفراخ كثيرة في العش يجب أن نقوم بمساعدة الأنثى وإطعام الفراخ يدوي، يعني الفراخ الكبيرة إذا لاحظنا أن الفراخ يعني الأنثى لا تطعم الفراخ بشكل جيد، ولكن الحمد لله الأنثى تمام تطعم الفراخ. وهذا هو الإنتاج الأول، بداية الإنتاج ما شاء الله تبارك الله. نلاحظ أن الأنثى تمام، إنتاجها تمام، وإن شاء الله جميع العشاش تكون بهذا الإنتاج إن شاء الله. نستعرض العش الثاني. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. أيضا يوجد أربع فراخ ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. إنتاج مبشر بالخير، وأتمنى التوفيق للجميع، لكل مربي، وأتمنى لكل مربي جديد أن يشاهد الإنتاج هذا، ونتمنى لكم الفائدة وبالتوفيق للجميع، وإلى اللقاء.